اليوم انتم هضرتوا معنا في ساحه القزادريه اللي كتعرف اختلالات كبيره، هو مشروع ملكي شرع عليه سيدنا داخل في اطار الحاضره المتجدده. كنشوفوا بان كاينه هنا نافوره، صدقات ما كاين لا نافوره لهم يحزنون. النافوره تبدلات بعض الكروات في الارض، فيهم جاج مهرس وعامرين بالرمله تيستعملوه القطط لقضاء الحاجات ديالهم. كاين مشاكل في الحاضره المتجدده، مشاكل جمة، كاين مثلا المرطوب اللي كتشوفوه هنا داير بانه مضروبه بالجير ومضروبه بالغيس، وتيقولوا لنا حاضره متجدده وبيجددوا لنا مدينه مراكش. كنشوفوا بان هذه النافوره هذه ليكون في العلم ان البيدجي ديالها عفوا وصل ما يفوق 700 مليون. ان كاينه هنا نافوره راقصه باضواء فيها تقريبا شي 7 الوان بالموسيقى. هادو اللي كتشوفوا الفوق بانهم كاينين 4 ديال البيفان على اليسر و 4 على اليمين. هاد الغرفه اللي دايره كيشي ضريح بان هي الغرفه ديال التحكم في هاد النافوره. مع الاسف ان هاد الغرفه ديال التحكم بقات مسدوده وساكن فيها العنكبوت. لي كاميرا سيرفيونس اللي مطاكين هاد الساحه هادي ما بقاوش خدامين، وحده كتشوف في السماء وجوج كيشوفوا في الارض. كنشوفوا واحد الصناديق حديديه هنا ديال الارشاد السياحي تهملوا جوج الصناديق. المشاريع الملكيه فيما هب الريح. للامانه ان ما كنوجهش الاتهام لهذا المجلس الحالي، انما كنوجهوا لاربعه المجالس اللي تعاقبت على التسيير ديال مدينه مراكش، من المجلس ديال المرحوم الجازولي، تبعوا المجلس الاول ديال فاطمه الزهراء المنصوري، تبعوا المجلس ديال بالقيد، وتبعوا المجلس الان ديال فاطمه الزهراء المنصوري. وهذه المشاريع خاليه، وهذه المشاريع عرفت خروقات عديده. وتنعاود نسطر عليها بان المشاريع الملكيه ديال الحاضره المتجدده منين ينزل المسؤول من المطار وهو داخل مدينه مراكش وهو في خروقات. دخل من المطار غادي تبدا بنزاه ديال مولاي الحسن، وداخل من جهه طريق ديال المامونيه والطريق اللي كانت تسدات ولات فيها جرده وعاودت تحلات الجرده، ودخل جهه القزادريه وتلقى المشكل، دخل الحي الملاح غادي تلقى بانهم استثناو جوج طرق ما داروهمش، وغادي تشوف بانه الملاح زوقوه بداك الشيء اللي على برا، والممر اللي داز منه سيدنا والما باقي. الا دخلتي لداخل غادي تلقى الساكنه ديال الملاح بانهم كرفصه، غتمشي جهه المعاره غتلقى ملعب القرب قرب المنطقه الامنيه غتلقاها في حاله كارثيه. المشاريع الملكيه في مهب الريح بمدينه مراكش، وبغينا المجلس الاعلى للحسابات وبغينا شي لجنه تجي من الداخليه وتجي تحقق في هذه المشاريع، لان مراكش كلها الفساد والمفسدين. وتحياتي لكم.